نعم، واعتماده عليها جالسا أي اعتماده على الرجل اليمنى جالسا، يعني السنة أن الشخص يقضي حاجته جالسا ولو طبعا. أما الغائط فلا شك لأنه قد يؤدي إلى ترويث مكانه، وأما البول فإنه من باب السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة أتى سباطة قوم فبال قائما، فدل على أن الشخص يجوز له أن يبول قائما، يجوز له أن يبول قائما، ولكن الأفضل أن يبول جالسا. قوله واعتماده عليها أي اعتماده على رجله اليمنى، كيف؟ عفوا، اعتماده على رجله اليسرى بأن يجعل رجله اليسرى باطنها على الأرض، يجعلها باطنها على الأرض، وأما رجله اليمنى فإنه يجعلها على يقف على مشطها أو على مقدمها، فيكون على هيئة المائل، على هيئة المائل. وقد روي فيه حديث عند الطبراني أن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يجلس على هذه الهيئة، يعتمد على رجله اليسرى. شو معنى يعتمد؟ يعني يجلس عليها كاملة، يكون يعني إيه؟ يقف عليها كاملة وهو جالس، وأما الرجل اليمنى فيميل بها قليلا، يعني يجلس على أطراف أصابعها، فسيكون مائلا لشقه الأيسر. نعم، يقول الشيخ واليمنى خروجا أي ويستحب عند الخروج من الخلاء أن يقدم اليمنى للقاعدة ذكرناها قبل قليل. قال عكس مسجد ونعل ونحوهما. قوله عكس مسجد ونعل ونحوهما، هذه الجملة تحتمل أن تكون تعليلية وتحتمل أن تكون فرعا فقهيا، والمراد بها هنا أنها فرع فقهي، لأن المختصرات لم تجعل للتعليل وإنما جعلت لذكر الأحكام. فهنا استطرد في ذكر أحكام المسجد ولبس النعل في باب الخلاء، وليس المقصود التعليل والقياس على ما جاء في حديث عائشة. نعم. نعم، قال وبعد في فضاء، ويستحب لمن قضى حاجته أن يبتعد في الفضاء لأنه أكمل في التستر والبعد عن الناس، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد. قال وطلب مكان رخو لبول لكي لا يرتد إليه، لكي لا يرتد إليه إذا تبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وفي رواية لا يستتر، فيستتر يدل على أن كمال الاستتار إما بوضع حاجز أو ببعد في فضاء. طبعا البعد في فضاء فيما لو لم يكن هناك حاجز، أما لو وجد هناك حاجز كشجر أو رمل ونحو ذلك فإنه يجزئ عن البعد.